ولكن الجهاد له شروط. أولاً أن يكون بالمسلمين قوة يقوون بها على جهاد الكفار، عندهم عدة استعداد لقتال الكفار، فإذا لم يكونوا على استعداد كانوا فيهم ضعف والكفار أقوى منهم، فلو قاتل المسلمون الكفار لأبيدت خضراء المسلمين، فلا يجوز القتال بهذه الحال، لأن هذا يلزم عليه مفسدة أكبر من المصلحة، تسلط الكفار على المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة مقتصراً على الدعوة إلى الله، والمسلمون يؤذون ويضايقون ولم يؤمر بالجهاد، بل الله أمرهم بكف أيديهم، أمرهم بكف أيديهم وأمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر وكف الأيدي حتى يأذن الله جل وعلا لهم بالجهاد. فلما هاجروا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مكة، في مكة أمروا بكف أيديهم، لكن يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وانتشر الإسلام وكان للمسلمين قوة، أمره الله بالجهاد، أمر الله رسوله بالجهاد، لأنهم صاروا أقوياء ومستعدين للجهاد. وهذا ليس خاصاً بالوقت الأول، هذا عام للمسلمين إلى آخر الزمان، إن كان عندهم قوة واستطاعة يجب عليهم الدعوة والجهاد، إذا كان ما عندهم قوة يبقون على الدعوة، وأما الجهاد فيؤجلونه إلى القدرة على ذلك، لأنهم لو قاتلوا وهم ضعفاء لا تسلط عليهم الكفار، تغلبوا عليهم. هذه ناحية، أن يكون في المسلمين قوة واستعداد للجهاد. الناحية الثانية، لا بد أن يكون الجهاد تحت راية، ما هو فوضى كل يجاهد وكل يقاتل وكل يكون له جماعة، ما يجوز هذا في الإسلام، هذا ضرر، هذا ضرر على المسلمين أنفسهم قبل أن يضر الكفار، لأن المسلمين يتناحرون فيما بينهم، كل واحد يريد أنه هو اللي يظفر بالنتيجة. وجرب هذا في عصابات قاتلت العدو، فلما انهزم العدو واندحر تقاتلوا بينهم، كل يريد أنه يصير هو الذي يأخذ السلطة، تعلمون هذا ما يحتاج أمثل لكم. هذه نتيجة أنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة، تحت إمام واحد، وإنما تفرقوا إلى عصابات وإلى جماعات، فلا يجوز هذا في الإسلام، لا بد أن يكون الجهاد تحت راية موحدة. ولهذا قال مع كل إمام، إمام المسلمين يقودهم وينظمهم ويشرف على ويعد العدة ويسلحهم، لا بد من الإمام، لا بد الجهاد يكون تحت راية الإمام وبأمر إمام المسلمين حتى ينجح الجهاد. أما إذا كان بدون إمام وبدون راية فإنه يؤول إلى الفشل، يؤول إلى الفشل في النهاية. ولهذا قال مع كل إمام، فدل على أنه يشترط وجود الإمام الذي يقاتل تحت رايته،